تراجع، في تراجع في بنين اللي كان منتخب ممتاز، نعم في تراجع غريب يعني. يمكن احنا بنقول الدول الافريقيه برضو يعيبه بعض يعني، او يعني بيصلوا للنجاح لكن ما بيحافظوا على النجاح ده، ما كلها طبعا، نعم لكن دي سمه برضو في القاره الافريقيه، نعم انه يعني برضو شويه ما بنقدر نحافظ على النجاح. منتخب بنين ده منتخب ممتاز جدا، نعم يعني منتخب بيأدي كوره يعني جماعيه جميله، عنده محترفين شاهدناه ممكن رائعين جدا. في العديد من النهايات أمم ايوه، أفريقيا بيقدم مستويات كبيرة. ومنتخب عنده مكان يعني، عنده وضعه، عنده بصمته قويه، لكن ما يعني خساره امام السنغال برضه ما خساره تعيبك، لانه ده بطل افريقيا كمان ومنتخب عالي جدا. ممكن بنين يرجع عن طريق موزمبيق وعن طريق رواندا بكل قوه يعني. واضح انه المجموعه دي السنغال هيحتل البطاقه الاولى، هيخطف البطاقه الاولى، هيكون في صراع ما بين موزمبيق وبنين ورواندا على البطاقه طبعا الثالثه. ده الملاحظ جدا، نعم لانه يفرق السنغال منهم نعم صراحه، بيفرق منهم جدا. ودي الترشيحات المنطقيه الواقعيه على حسب الاحصاءات، على حسب الامكانيات، على حسب الخامات اللي في المنتخبات. السنغال بكل بساطه انا اعتقد ممكن تمشي يعني زي ما بيقولوا للكوت ديفوار بكل هدوء يعني. نعم